النهارده في غاية السعادة لأن معانا مخرج مصري مهم في تاريخ السينما المصرية وتاريخ الدراما بشكل عام، ولأن محمد دياب من وجهة نظري أنا يعني كواحد من أبناء جيله بعتبره فخر جيلنا، وبعتبره كمان يعني مش بس مهم على المستوى الإخراجي أو على المستوى الفني، هو مهم على المستوى الإنساني كمان. لأن تجربة محمد فيها كتير من التحديات وفيها كتير من المعوقات اللي قدر يتغلب عليها وفيها كتير من الخبرات الإنسانية والحياتية والاجتماعية اللي خاضها بجسارة أحيانا وببراءة أحيانا وباحترافية أحيانا، وفي كل ده قدر يلخص التجربة دي وقدر يخرج منها بخبرات تساعده مش بس في ان هو يوصل للعالمية، ان يوصل للعالمية بشخصيته، وهو ده المهم بالنسبة لي. هو لم يندمج في عالم غربي عشان يوصل للمكان اللي هو عايزها، هو راح واحد رايح بموهبته بيفرض رؤيته، مش رايح عشان يخدم على افكار غيره او يستلهم نماذج او فرامات غيره يقدمها. فبالنسبة لي محمد هو تجربة بقدر ما هي ملهمة فنيا هي مهمة وملهمة إنسانيا، وزي ما كنت بقول من شوية محمد دياب عمل بالظبط في الفن المصري نفس حجم الإنجاز اللي عمله محمد صلاح في الكورة، لأن هو أثبت إن المصريين مش بس يعني بيقدروا يكون عندهم حلم ويقدروا يقاتلوا عليه، لا أثبت إن هو يقدروا ينتزعوا احترام الآخرين، ودايما الاحترام مش بس تقدير معنوي أو تقدير نظري كده وخلاص، لا ده احترام بنى عليه إنتاج وتكلفة وتسخير معدات وتسخير نجوم كبار جدا جدا. كل ده مش هيتم لان هم معجبين بمحمد يعني ولا عشان بيقدروا كده خلاص، لا ده الانتاج اللي حصل ده والمسلسل اللي عمله في امريكا لن يتم الا من خلال ايمان تام بموهبته ويقين بان هو هيعمل حاجه كويسه. فبصراحه انا بالنسبه لي حاجه تدعو للفخر بشكل شخصي وبشكل وطني وبشكل فني. النهارده احنا بنرحب بيه وبنقول له الف مبروك على الانجازات دي اللي هي يعني انجازات احنا مشتركه بينا كلنا. انا ما بعرفش اتكلم بعد الاطراء الكبير ده، مكسوف محرج بس متشكر، اتمنى اكون استحق الكلام ده. اللي عايز اقوله لك ان انا بس منبهر بالمكان، حسيت ان انا في صرح حاجه. انا دخلت نيويورك تايمز ودخلت ايه اوطي شويه. لا لا عملت سيفي هاند وخليك اه اتفضل ولا يهم حضرتك في الصوره. فانا دخلت اماكن مهمه جدا على مستوى العالم الصحفيه، والمكان بتنظيمه بكل حاجه فيه مبهر، انا انبهرت صرح فعلا يعني. ومتشكر على ان انا معاكم، انا سعيد ان انا معاكم وسعيد قوي بالاحتفاء ده، انا فخور بيه واشكرك واتمنى اكون استحق الجزء من الكلام الجميل ده. احنا والله احنا في غايه السعاده لان يعني اول مكان تزوره في مصر يبقى اليوم السابع، فده حاجه بتشرفنا وتسعدنا جدا. انا هسال سؤال بعد كده يعني كل واحد هيسال سؤال، انا بس انا عايز اعرف الشفتات اللي بتقدر تعملها في حياتك الكبيره دي، شفت من سيناريست المخرج ومن مخرج مصري لمخرج عالمي، الجرأة اللي بتعملها دي بتعملها ازاي، والخطوه بتاعت مارفل دي تفاصيلها الدقيقه جت ازاي؟ هو انا في حياتي جريء شويه، ومش دايما بنصح كل الناس انها تبقى جريئه، يعني لازم برضو تكون انا خدت في بعض اختيارات في حياتي ساعات جراءه زياده عن اللزوم وساعات جراءه محسوبه. يعني لو انت مؤمن بنفسك وشايف ان انت عندك موهبه، عندك مشروع مؤمن بيه، اي حاجه ساعتها ده حاجه تستحق المخاطره. خلي بالك انا كنت بشتغل الاول في بنك اصلا، يعني كان في مخاطره ان انا اغير الكارير بتاعي، بالذات ان انا كان واحد في سني بيشتغل في بنك وخاطب وحياته مستقره عند 26 سنه، مش بس حريص لقطه ربنا يخليك، انما بتكلم انه في عصرنا ده كانت حاجه. انا شاب جاي من اسماعيليه،
شفت بنك سيتي بنك وخلاص قفل فمش اعلان في مصر، عجبني المنظر ده قلت يا رب ابقى فيه. في الاخر ربنا اراد ان انا بقيت فيه. فبعد كده ان انا غير الحكايه دي اللي هقوله لك ان كل مره كنت باخد مخاطره، ان انا عمري ما كنت في الدراسه مهتم، فابويا وامي فاكرين ان انا مش هطلع ناجح، وشخصيتي شخصيه مهمله شويه. لما لقيت نفسي في مجال الكتابه ثم لقيت نفسي في مجال الاخراج، ابويا وامي مش عارفيني، انت الشخص الالماني ده اللي هو مواعيده بالسيف وبتشتغل 24 ساعه شغل، حياتي تحولت. فحسيت ان انا كان ممكن ما اكتشفش ان انا الجزء ده جزء من شخصيتي. يعني انا بالنسبه للامريكان او اللي اشتغلوا معايا في افلامي الخاصه، ده راجل شارب، مواعيدي مظبوطه، شغل بس. لو اي حد في الدنيا هيحط في 100 ساعه للسكريبت انا هحط 1000، هتحط 100 ساعه في الاخراج انا هحط 1000. مش طبعا في ناس مجتهده اكتر مني كمان، بس انا بحكي لك ان دي بقت شخصيتي. فاليوم اللي انا وانا شغال في بنك، استخدمت البنك ان انا اتعرفت على ستارز نجوم، كان احمد الفيشاوي كمثال، معز مسعود، دول ناس، دول امنوا بافكاري. كان عندي فكره فيلم او فكرتين يعني مجرد، بس استقلت على طول. حركه كانت جريئه، وابويا وامي طبعا قالوا انت مجنون. انا كنت بتلكك لان الاول مره احس ان ده مكاني. وبعدها اقنعت ناس بانها تستثمر فيا انها تساعدني اروح ادرس. لان كانت انا قررت ان انا رغم ان انا بعت بعد ما استقلت، انا قصتي كانت فيها شويه توفيق زياده، لان انا بعد شهور من استقالتي بعت فيلم. بس قررت ده مش كفايه، انا اكتشفت ان انا لما قريت سكريبت، قريت سكريبت وقريت كتاب عن السكريبت، ان بما اني مجنون افلام القواعد الكتابه جوايا. ولكن حسيت ان برضو بدل انا ممكن الدراسه حاجه مهمه، فعرفت الم فلوس من ناس مؤمنه بيا، ولحد النهارده في منهم شركائي. يعني النهارده انا في حد منهم شريكي في ان انا من 18 سنه قلت لهم، قلت لحد شخص مخصوص ساعدني في الدراسه، ولما هشتغل في هوليوود هيبقى لك نسبه من فلوسي. الله. طبعا يبدو كلام اختلال عقلي، بس النهارده الشخص ده المبلغ اللي هيدوني انا ان شاء الله من نيه ان انا اعوضه له مثلا 100 مره. الله. لان هو اولا مستناني 17 سنه. بس تخيل ان انا من اول يوم بقول له الجمله دي، فانا اصلا كنت ناسي، هو فكرني من كام يوم، بس انا من اول يوم بقول له على القصه دي. ديون. لا لا لا، هو بصراحه شخص ما فيش ديون، ما في حد كده. لما لقيت نفسي في مكان ده اللي خلاني كل مره بتشجع. لما الفت وبقيت مؤلف وعملت 4 افلام، اكتشفت ان انا طموحي ان ما يبقاش فيه وسيط بيني وبين الجمهور، لان المؤلف في الاخر انا بقول لك نكته وانت اللي بتروح تحكيها للناس، فبتقولها بطريقتك. طريقتك دي ممكن تكون احسن من طريقتي، بس ده مش صوتي. يعني عملت 4 افلام فخور بيهم، منهم الجزيره اللي كسر العالم، كان عندي 27 28 سنه وعامل مؤلف فيلم يعني من اعظم الافلام المصريه، الحمد لله الناس كلها كانت بتحبه. ورغم كده تصوري مختلف عن اللي موجود. هل معناه ان انا كنت عامله احسن من الاستاذ شريف عرفه؟ ابدا، بس كنت نفسي اعمله بصوتي زي اي مشروع عملته. فده خلاني ان انا عايز اخرج مشروعي اللي جاي، كانت خطوه زي ما حضرتك بتقول جريئه. ليه؟ لان انت لو تحولت المخرج ممكن ما تعرفش ترجع تبقى مؤلف.